بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، ربنا زدنا تقى وهدى يا هادي. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. نزيد ناخذ نتناول آية أخرى مباركة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن أفضتم من عرفات، يعني كملتم الوقوف من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم بتعليمات ربانية لا بطرق شيطانية ووهمية. وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذا الخير هذايا تاع الحج لله، لمن الضالين، كنت بطريقة كربية كنتم في الضلالة غارقون. نعود بفضل الله تعالى، والعود أحسن إلى الله.